عقود أوجزها في طفولة متناقضة وشباب متمرد، وطريق للمتاعب، سياسي ومحام ومزارع ومقتن للوحات، سيرة وشهادة عن 7 عقود عراقية. من عمان أهلا بكم. نصير كامل رفعت الجادرجي. والده كامل الجادرجي كان من رجال السياسة البارزين في العهد الملكي وبداية العهد الجمهوري. ولد ببغداد في آب عام 1933، شارك بشكل فاعل في انتفاضة 1952، فصل من الدراسة في عام 1953، شارك في التهيئة لتظاهرات وانتفاضة عام 1956 احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر، حيث اعتقل بعدها لأربعة أشهر في معسكر السعدية في محافظة ديالى. عضو الهيئة المؤسسة للشبيبة الديمقراطية 1959، تخرج من كلية الحقوق في عام 1962، عضو اللجنة السباعية التي تشكلت بعد الاحتلال في 2003، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي 2003، عضو مجلس الحكم في تموز 2003-2004، رأس وفد العراق إلى القمة العربية في تونس 2004، عضو المجلس الوطني العراقي 2004-2005. في أيار 2005 دعا في بيان له إلى مقاطعة أي حكومة تقام تحت الاحتلال. بعد تجميد عمل الحزب الوطني ترك السياسة وانشغل بالتجارة والزراعة واقتناء التحف. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من حوارنا مع السياسي العراقي الأستاذ نصير الجادرجي. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. الإشارة إلى موضوع الامتيازات اللي كان يحظى بها مجلس الحكم، صار كثير من اللغط والإشاعات عن موضوع الامتيازات، وكان واحدة من الحوادث اللي شائعة بين العراقيين أنه بريمر كان يخشى بلقاء الأول من لقاء أعضاء مجلس الحكم، كان يخشى من أسئلة صعبة قد يواجهوا بها، لكنه تفاجأ أنه السؤال الأول اللي طرح عليه عن مقدار الامتيازات أو الرواتب اللي يحصلون عليها. ممكن يعني نسمع تشهادتك على الخصوص. أنا ما أعرف بريمر لما كان يخشى من مجلس الحكم، ولو ما يخشى من مجلس الحكم ما أعرفه، بس إذا شاف مجلس الحكم ضعيف هو اللي ألفه وجاب أعضاء مثل ما حضرتك سألت سابقا، جابهم وسوى المجلس الحكم ضعيف بفضله وبمساعيه، هو سواه مع سبق الإصرار. نعم. فالعتب عليه ولا يقول بأنه المجلس ضعيف، يعني هذا سببه هو ضعف. أما الامتيازات، هذا القول أول جلسة ما أتذكر هذا الشيء صار نهائيا، وظلوا الأعضاء ما أقدر أقول بالضبط 3 أشهر 4 أشهر أكثر أي راتب ماكو. تالي دفعت مخصصات بسيطة، والراتب ما أتذكر لو 3000 دولار لو كذا، تالي زاد شوية، وبالأخير صار الرواتب كبقية الوزراء فقط. أي امتياز؟ ما أعتقد أكو امتياز. أما إذا أكو امتياز يعني سري، يعني أراضي، سيارات، أراضي ماكو، أراضي وين أكو أراضي؟ يعني منه أخذ أراضي؟ يعني بالنسبة لي يعني غير شكل، بس أكو البقية أخذوا أراضي؟ أنا ما أعتقد أخذها، وأصور بريمر ما يعني ما عنده أراضي حتى يدفعها، لكنه سكنوا في منطقة الخضراء. إذا هذا امتياز أنا رفضت بكل إصرار،
وحتى هو نوبت ينطلب من عندي يروح للمنطقة الخضراء، قلت له وبصراحة قلت له السياسي اللي يخاف من شعبه هذا مو سياسي بهالمعنى. عندك تصريح أعتقد يعني قديم بال 2004 يمكن، لو لم يأتوا بي للمجلس نعم لا أعلنت رفضي له. ليش؟ لأنه أنا دا أجيبي بس هو المجلس يعني أصبح ضعيف يعني هذا. أنا أعتب على نفسي وعلى الناس الآخرين، لأنه كنا لازم نتفق ونطلع من المجلس. هذا الموقف الصحيح. دعيت لهذا الشيء؟ هسه إذا أقول دعيت ما إلا داعي يعني هالشيء، بس عملية ما صار. قصدي ما قدت فد نقاشات من المؤسف احنا كم واحد من العلمانيين واللي يعني عندهم حضور ما اجتمعنا ولا مرة، اجتمعنا ونسقنا فيما بيننا، لو منسقين على الأقل كان موقفنا أحسن. بال 2004 كان عندك رسالة إلى بريمر واحتجاج أنه تقول بريمر يتجاوز على صلاحيات مجلس الحكم الانتقالي. نعم. تتذكر هذا الموقف؟ أنه يتخذ قرارات بدون مشاورتكم. صحيح. كان حول موضوع أيضا اختيار وزير الداخلية وقت الصميدعي كان. كان أكو موقف بالخصوص. هو الصميدعي صار يعني خلاف ويا نوري البدران، وتبدل نوري البدران وجاء بدون هو موافقات الوزير، يعني موافقات هو يعين كان. نعم. بس أكو تجاوز مثلا يقول يكلف شيء وتالي نبدي به وهو يتخذ القرار، أو قرار يصير ويحصل عليه الموافقة هو ما يوقع عليه، لما ما يوقع عليه قرار ما يكون نافذ. لا أقصد شنو اللي استدعى بيك أن يعني أن تستنكر موقفه في وقته؟ تذكر حادثتين، موضوع الفلوجة، استنكار عمليات القتل والتمثيل بالجثث في مدينة فلوجة، وأيضا الحادثة الخاصة بتعيين وزير الداخلية. يعني دز قوات ما استشار أي جماعة، حتى كنا ممكن نقول له، حتى مثلا طلبنا من عنده بأنه كثير من الضباط نقدر نعرفهم نسأل عليهم خلي عينهم، قال أي ضابط ما قبله بالبداية، تالي قبل بكيف يعني هذه هاي. يعني مرة أخرى كلفني بإعادة قانون الإيجار والضرائب وكذا، درستها وتقريبا كملتها، صدر قرار بكيفه ما انتظر. إذا كان دكتاتوري هو؟ طبعا القرار هو قرار دكتاتوري، بس يعني كان بالتعبير يعرف عوادمه، يحترم الناس اللي يحترم نفسه جدا، يحترم. ايش تقصد على المستوى التعامل الشخصي؟ على المستوى التعامل الاجتماعي يعني لا هو الشخصي، بس يحترم، مو يعني مو يستمع لرأي سياسي اللي رأي. هو يستمع كل الزين، مستمع جيد، مستمع جيد وقلت له هي بس ما ينفذ الا بالاجنده اللي عنده واللي يريد ينفذها، وقلت له بكل صراحه قلت له انت مستمع جيد وتستمع، لكن كل شيء ما تسويه اذا انت بتقتنع به. برايك ليش ما تبلور فد موقف موحد ضده؟ هذا ما صار. ليش؟ يعني كان مجلس هو مسلوب الإرادة هالدرجة؟ مو بناس تدعي أنهم زعماء للمعارضة، زعماء لجماهير؟ كل واحد وحده يعني المؤثرين بالحقيقة، المؤثرين كم واحد عندهم مسائل هم سووها وما يهتمون لهم. أنا أقصد الآن هسه لو ألتقي بهم واحد واحد المؤثرين كلهم على الإطلاق. المؤثر منه؟ يعني أقصد من السبعة اللي حضرتكم. لا أنا مو مؤثر. يعني قصدي أي لا يعني قصدي يعني المؤثرين كم واحد. أي أوكي، من خلي إذا التقينا بالمؤثرين أكيد راح يناظروك أيضا بنفس الرأي، راح يمثلون الرأي. ممكن. والكل يؤيد أنه بريمر هو كان متعنت ودكتاتور، فليش بوقتها ما صار رأي ضده؟ نعرف هي قوة احتلال، بس يعني ما تبلور فد رأي ما بين للشعب أنه مجلس الحكم عنده إرادة مستقلة. مسائل الناس ما تعرفها. نعم. مثلا التصرف اللي صار، أكو منادات كانت تنادي بقسوة
ضد النظام السابق وضد البعثيين بالذات. نعم. كثير من الأعضاء وقفنا ضده بكل تعنت اجتثاث البعث. بالنسبة لي ما قبلت أشترك به بأي شكل من الأشكال ولا اجتماع واحد، وهذا قرار أمريكي يعني مو ما تناقش في مجلس الحكومة. أكو وافقة وكيف ما كان أكو آلية للتصويت؟ أكو آلية للتصويت. شنو الآلية اللي تعتمد؟ أغلبية؟ أغلبية. أغلبية من 25؟ أغلبية من 25، بس يعني دائما كان لو يصير بالإجماع لو بالأكثرية الكبيرة يعني مسؤولية تضامنية للكل. بالحقيقة كان المجلس نقاشة محترم وهادئ جدا وكل واحد يسمع الرأي الآخر بالرغم من التناقض على يعني قد القرارات اللي اي نعم اللي تسمح بها أمريكا بالنقاش. كان في غاية الأدب. طيب وصلنا إلى لحظة اعتقال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. في وقتها الباتشي الله يرحمه اتصل بك. نعم. وطلب منك أن ترافقه. نعم. للقاء صدام حسين. نعم. وحضرتك ما عرضت، وافقت. بعد نصف ساعة غيرت رأيك. أقل من نصف ساعة. هنا قالت 30 دقيقة. بعد وقت قصير غيرت رأيك. أريد أعرف شو اللي تبادر ذهنك بهالوقت القصير 15 دقيقة، يعني شو اللي تبادر ذهنك بحيث تغير رأيك؟ باللحظة الأولى من خابرني دكتور الباتشي قال لي اتصل بي الآن بريمر ألقي القبض على صدام. بالحقيقة يعني صدام دكتاتور وأذى الشعب العراقي وأباد كثير ونكل بناس كثيرين وضحايا بآلاف العراقيين ضحايا، ففرحت جدا. وأول إعلان صار لإلقاء القبض على صدام الفضائية اللي اتصلت بيها كانت الإذاعة البي بي سي مو فضائية، فأعلنت هذه أول إعلان كان، ففرحت بلحظتها ووافقت. بعد شوية يعني فكرت في الموضوع. هذا كان رئيس جمهورية قبل كم يوم يمثل العراق، بس التمثيل اللي أني ما أيده ولا أتفق وياه بأي شكل من الأشكال. يعني رايح أتشفى به هذا عيب، رايح أشوف منظر حديقة جميلة معرض جميل، شنو أنا رايح؟ فرأسا رفضت بهذا. يعني هذه فشيء طبيعي من واحد يقول لك فشيء تفرح به بس يمكن تفكر بعد وهي لا ما قبلت. ومعروف هذا موقف. ليش دكتور باتشيتش راح؟ والله أنا ما سألته، يعني أنا أستغرب هسه أقولها، أستغرب من دكتور باتشيتش شخص محترم شايف الحياة من عائلة عريقة جدا وهو شخص مؤدب، يعني كيف وافق راح؟ أقصد ما تواجهته بعد فترة؟ تواجهنا وصار نقاش؟ يعني هو أكبر من عندي بالحقيقة، عيب يعني. ما طرحت الموضوع؟ لا ما طرحت، بس طرحت موضوع آخر وياه نقاش بيني وبينه صار حال على بعض المواقف، بس هذا الموضوع شخصي عيب يعني أتقد به. طيب صراحة بس اللي صار أنه حضرتك ما رحت والقاضي نور الدين ما راح. القاضي نور الدين أنا قلت له على أساس نروح سوا، فجيت عليه قلت له أستاذ دارا أنا ما راح أروح. قال لي ليش؟ قلت له يعني شفت بأنه هذا الموقف زيارة مو صحيحة. قال لي أنا معك ما روح. استبدلوكم موفق الربيعي وعادل عبد المهدي وأحمد شلبي؟ لا، من خابرني اللي أنا وياك، وإذا شفت واحد ترشحه خليه يجي أنا. هذا الطلب الأمريكي؟ هذا الطلب الباشاكي. أي بس الطلب الأمريكي للباشاكي أنه يجي ويا اثنين. وهو من التقى من شاف أول عادل عبد البهدي وأحمد الشلبي وموفق الربيعي، قال للباتشيتش من جابهم؟ قال له ما أدري، يعني جوي بال يعني من كيفهم، لأنه أنا من رفضت
أتذكر جاء موفق يركض علي قال لي راح تروح؟ قلت له لا أرفضت. قال لي أنا من بدالك رشحني؟ قلت له أنا ما مخول وما لي علاقة يعني هذا يعني جاي يركض وهذا الموقف يعني قريب من داره. الدستور العراقي 1925 إلى 2003. في 23 من آب 1921 تعهد الملك فيصل الأول في خطاب تتويجه بالعمل على سن القانون الأساس للمملكة ليكون دستورها. في عام 1921 شكلت وزارة المستعمرات البريطانية لجنة لكتابة دستور لمملكة العراق مستعينة بدساتير دول كأستراليا ونيوزيلندا وإيران. في آذار 1922 عرضت اللجنة مسودتها على الملك فيصل فقبلها مبدئيا، ثم أحالها إلى لجنة عراقية تألفت من وزير العدلية ناجي السويدي ووزير المالية ساسون حسقيل وسكرتيره الخاص رستم حيدر. في عام 1924 وبعد مخاض برلماني طويل شرع المجلس التأسيسي العراقي الدستور بنسخته الأخيرة بعد التعديل. في شباط 1925 تم نشر الدستور رسميا وأصبح نافذا لأكثر من 3 عقود. الرابع عشر من تموز 1958 بعد الإطاحة بالنظام الملكي وإيقاف العمل بدستوره أعلن الحكام الجدد أن النظام الجمهوري قرر اعتماده دستورا مؤقتا لحين تشريع الدستور الدائم عن طريق الاستفتاء. 20 من تموز 1958 بدأ السعي لكتابة المسودة عندما اتصل عضوان من مجلس الوزراء وهما محمد صديق شنشل وزير الإرشاد ومحمد حديد وزير المالية بالفقيه القانوني حسين جميل لتكليفه بكتابة مسودة الدستور المؤقت. بعد يومين انتهى حسين جميل من إعداد المسودة بعد أن استند في عمله على الدستور المصري المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لعام 1958 إضافة إلى دستور 1953 و1956 المصريين. في 27 من تموز 1958 أعلن رئيس الوزراء إصدار الدستور المؤقت للجمهورية العراقية الأولى. بعدها تغيرت الدساتير المؤقتة بتغيير نظام الحكم، فكان دستور 1963 المؤقت، ثم دستور 1968 المؤقت، ثم دستور 1970 المؤقت الذي صمد قرابة 33 عاما عدل خلالها 24 مرة. موضوع اختيار الرئيس، كان هناك رغبة أمريكية باختيار الباتشاتشي. أنت شهادتك؟ نعم، شهادتي الكرد ضد مجيء الباتشاتشي. جناحين. ماكو اختلاف في هذه القضية، وكذلك الشيعة يعني. الشيعة كلهم؟ كلهم. الشلبي وعبد العزيز حكيم. الشلبي كلش ضده. ليه؟ شنو السبب؟ الباتشاتشي عنده استقلالية وعنده ميول نوعا ما قومية. فهذه ما توافق لا للإكراد ولا للتيار الشيعي اللي موجودين في المجلس. أنا دحكي وكيف استمر الموضوع، لأن الباتشاتشي كان نوعا ما متمنع أنه ينسحب وحضرتك يعني أصريت على انسحابه. أنا صار اجتماع وشفت بأنه الأغلبية المطلقة تقريبا راح تصوت ضد الباتشاتشي، يعني لو صاير تصويت صوته يريده وأنا أمتنع من التصويت والبقية بالإجماع ضده. حرجة هذا الموضوع. بس أنت أسألك ليش ممتنع عن التصويت؟ ليش ما تكون وياه؟ الباتشاتشي بكل صراحة شخصية محترمة دبلوماسي لكن مو سياسي. ما يصلح المنصب؟ لا،
بس هو منصب الرئيس منصب دبلوماسي يعني، يعني منصب هو بروتوكول يعني. يعني مثلا جلال الطلباني الشيخ غازي هو بكل المقاييس مع احترامي الى الشيخ غازي اي فالباتشيتشي هو افضل له جاي. تذكر قناعتك هنا تكتبها تقول بكل المقاييس مهما كان الباتشيتشي هو افضل من الياور، بس مع هذا انت كان رايك بامتناع عن التصويت. ليش امتناعي على التصويت؟ من اجل كرامه الباتشيتشي. يعني اكو اشخاص شعرت يريدون يهينون الباتشيتشي اهانه به وسخريه صارت. انت تذكر اكو سخريه واكو حديث غير لائق. اي صحيح الحديث الغير لائق يعني مسعود البرزاني استاذ مسعود ضد الباتشيتشي كان ما يريد يترشح، لكن من شاف السخرية من بعض الأعضاء انتفض ما قبل. أخلاقه ما تسمح ما تسمح بهذا الشكل. من الأشخاص من الجهات شنو حديث السخرية شنو الأشياء اللي يعتقدها هي نقاط ضعف بي؟ أستاذ عابر هذه مو مهمة منه وما منه، لكن أروي لك هذا الحدث على مسؤوليتي بأنه أكو أشخاص كانوا يسخرون من عنده وعلموا اثنين ثلاثة من بعض البجلس شبه إهانة صارت، فأنا طلبت التأجيل وطلبت من الباتشيتشي مرتين ثلاثة قلت له أطلب التأجيل ويايا مسعود أستاذ مسعود أيدني بتالي حتى بريمر أيدني. يعني الكرد ما يميلون للسخرية؟ لا لا أبدا ولا لتقليل الاحترام ويحترمون للباتشيتشي بس ما يريدوه. إذا الساسة من الشيعة وأنت ذكرت أعتقد إبراهيم الجعفري. نعم إذا ما أنت ذكرت أنا ذاكرها أنا إبراهيم ذاكرها نعم. مو من عندي أنت ذاكرها أنا أنا قاعد أتحايل عليك أنه تذكر لي شخص آخر. لا بشو يعني أنا ما أريد نعم وهي شهادة هاي شهادة شهادة الشهادة قايلها بالهذا تريدني الآن مش ما أكررها. لا يعني رئاسة منصب بروتوكولي والباتشيتشي يبدو هو مناسب للمنصب البروتوكولي التشريفي. مو واحد بروتوكولي تمام هو المنصب ما هذا مثلا جلال صار دقاش أنا وياه قال هو منصب قلت له لا أنت تقدر تتخطى وتتجاوز بعض المسائل الباتشيتشي ما يقدر يسويها. باتشيتشي دبلوماسي مثل ما تفضلت وأنا قلتها أكدتها بالمذكرات دبلوماسي وليس سياسي. أنت تعتقد بوجود نوع من المقارنة بين انتخابات 1954 وانتخابات 2005؟ بال 54 رغم الانتخابات كانت بالعراق تاريخيا مزورة جدا، بس تصير في بعض الانتخابات حرة لاكو رشوة لاكو فلوس والناس تجي بإرادتها مندفعين جدا الشباب. يعني مثلا بيومها أنا ما راجع للبيت يومين ما راجع للبيت ونايم بالقهوة ويا الشباب بالقهوة بايتين بالأربعة وخمسين وهذا والمصرف كله من عندنا. أحشي لك أنا كنت مسؤول عن الحملة أنا وأستاذ حسين جميل المنطقة الثالثة فلس واحد بصرفنا الناس كلها تبرع فلس واحد حتى الإعلانات الناس يسووها نجي نتفاجأ نشوف إعلان هنا إعلان هنا ما ندري منو سواها الناس. هذا الفرق. طيب هذا يقودني إلى السؤال التالي كيف ارتضى الحزب الوطني الديمقراطي أن يكون تحت جناح قائمة طائفية؟ هل هو كان عن قناعة بهذه القائمة لقائمة الائتلاف العراقي الموحد أم أنها كانت وسيلة للوصول إلى البرلمان؟ الحزب الوطني الديمقراطي القاعدة مالته هي بالجنوب فصار ضغط علينا من الأعضاء بأنه نرشح معاهم ما كنت بقتلعي فصار إجماع ما عدا شخصين غير موافقين والبقية بالإجماع وهددوا بالاستقالة وطلبوا من عندي بالذات الجهتين جهة الائتلاف نعم وهذا أن أنا أكون لكن كون واثق أني
كنت أعرف. طيب ماذا كراتك تحكي بنوع من الفخر تقول لما لقيت الخطاب وصفقوا لي ورحبوا من البديهة أن يرحبون بيك يعني هم يبدون يعطون الصبغة الوطنية لقائمتهم. الترحيب والاحترام هذا كلش وارد وكلش أكو احترام ويريدون يعني أكون وياهم لكن ما يعطوني أصواتهم. هو هذا قصدي. لما يعددون بقائمتهم يقولون ويانا الحزب الوطني الديمقراطي. صحيح هذا. وهذا يلغي عنهم صفة الكذا الطائفي. إيه. وهذه مجبرين عليها وإحنا فد محاولة بالكذا خفف من عدها لكن كنا في حلم يعني من التخفيف. يعني هناك من يشبه الحزب الوطني الديمقراطي بحزب الوفد المصري بأنه كثير من الناس المعاصرين لمؤسسيه هم ما زالوا يعني أو استمروا بالحزب لكن الحزب ما استطاع أن يجدد دماءه يعني ما حاز على جماهيرية جديدة وجيل جديد من. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. وصلت إلى نهاية المطاف في 2010 وجدت أنه لا جدوى من الاستمرار. نعم. وأعلنت تجميد الحزب بسبب يعني المشاكل المادية. مشاكل المادية لأنه يعني تقريبا بقيت أني الممول إلى الحزب وقالوها بالمذكرات بالتهم كثير من اللقاءات والمذكرات بعد ما عندي هالقابلية وماكو جدوى بعد صارت القضية يعني التطرف الطائفي وحدين وخندقين صارت قبل 2010 من 2010 وإلى حد اليوم 2021 الآن أكو جدوى بالعراق؟ أنا ما أعتقد الانتخابات تصير جدوى لأنه شخص يملك السلاح وأنا أعزل وهذا يفرض علي بسلاحه وبقوته وبنفوذه. وين يشوف مستقبل العراق؟ بالشباب. هذا النظام وهذه التركيبة لا يجوز أن تستمر وهذا خلاف المنطق وخلاف التاريخ. أنت نادم على مشاركتك في الحكم؟ نادم لأنه تعاونت مع جماعة لا يستحقون التعاون معهم. أدركت الحقيقة يعني متأخرا. من بديت أكتشف هذه الحقيقة فصار عندي خيبة أمل مع الأسف الشديد. أتمنى الأمل يكون بالشباب هذا أملنا وأمل كل العراقيين وهذا الشباب وشعار اللي يرفعون ريد وطن ماكو أعظم من عنده. نتمنى التوفيق لحضرتك ولكل شبابنا الواعد وأشكرك. إيه بس أنت دا تقرب بعض بهذا النصف وتترك النصف. النصف إليك النصف إليك. أهلاً ومرحباً بك. أشكرك جداً. وشكراً لكم أحبتي على حسن متابعتكم. ألتقيكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء.